عن جمدين يعني على ذكر ربما قلت اللاعبين يحترموا المدرب، أي نعم، يعني بخصوص قضية أو يعني عندما قام المدرب جمال بالماضي بتغيير بونجاح، ربما بغداد بونجاح لم يتقبل فكرة تغييره في الدقيقة 80، هل تعتقد بأنه كان متحمس أكثر من اللازم من أجل تسجيل أهداف أخرى، أم أنه يعني رفض فكرة تغييره جملة وتفصيلا؟ كيف تعلق على هذا الزمو؟ ولو أنه لم يقلل من والله احترام المدرب، لم يقلل من والله احترام من المدرب. الصعب، يعني من الصعب جدا قراءة اللقطة. يعني احنا شفنا اللاعب والمدرب، يعني نظن لو كان رفض بالماضي لو كان رفض بونجاح التغيير ما كانش المدرب يعني يتكلم معه بالطريقة هذه. نعرفه هنا بالماضي متشنج يعني، ويرفض يعني انه يعني لاعب يقلل مع الاحترام. نظن انه كان يتكلم على شيء اخر، نظن، يبقى مجرد تخمين. من الصعب جدا انه نديروا قراءة للقطة، يعني اللقطة ما كانتش، يعني ما نقدروش، لازم واحد يكون حاضر ويسمع بودنا اللقطة يعني واش كان فيها، والا ما نقدروش نديروا تخمينات. انا نظن انه اللاعبين راهم محترمين المدرب، ونظن انه بونجاح نال فرصته يعني، ويعني حتى في الدقائق الاخيرة بان عليه بعض التعب، دار مجهودات كبيرة يعني في الهجوم، بان عليه تعب وتغييره يعني منطقي نعم ومستحق يعني. ما نجم الدين، عندنا نعم سؤال فقط مع الضيف.